السلام عليكم أخوتي، مرحبا بكم. شوش كيبان شنو غندير ولا لا السلام عليكم ومرحبا بكم قولوا لي واش كيبان لكم ولا لا يلا شكون اللي معايا قول لي انا معاك الله بسم الله تبارك الله معايا شي واحد اللي ما عرفتش شكون هضروا معايا اخوتي الله يحفظكم ما دخل حتى شي واحد نتسناكم معرفش واش كيبان ولا مكيبانش كون غير دخل شي واحد يقول لي واش داكشي مزيان ولا لا يلا اخوتي مرحبا بكم واللي دخل مرحبا باقي حتى شي واحد ما دخل نتسناكم اللي دخل مرحبا به اللي دار جيم الله يجازيه بالخير ما عرفتش شكون اللي دار جيم شكرا اخويا ولا اختي اللي داخل مرحبا به يشرفنا بالاسم ديالو
باش نعرفو شكون. مرحبا بكم اخوتي. يلا اخوتي مرحبا بكم، اللي دخل مرحبا به. شنو كندير؟ انا كندير في سميتو هذوك لي كيسات ديال لي تارتوليت، لي تارتوليت اللي كنديرو فيهم يا اما شوكولا ولا كريم ولا كريم موسلين، يعني كنعمروهم باللي بغينا، كنقطعوهم هكا كنديروهم في هادو. تاخد لافورم ديال هاد الكيسات، كنبقاو نصيبو فيها هكا حتى تاخد لافورم. من بعد كنتقبوهم شويه باش ما يتنفخوش بزاف. ولي دخل مرحبا به. فلوغ يونس، سلام اخويا مرحبا بك، مرحبا بك اخويا عندي. الله يحفظك اخويا، بارك الله فيك. كنتمنى تكونوا تشوفوا هادشي اللي كندير. يلا اللي دخل مرحبا به، نورتونا وشرفتونا اخوتي، مرحبا بكم. يلا دابا كنشوف معايا غير يونس هو اللي قال لي السلام. مرحبا بكم اخوتي. شكون اللي دخل؟ كوزينا برا تودوس فاسيل. هولا هولا هولا، je parle pas espagnol mais je connais quand même hola 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 comment estar. non non je خربق اسبانيوليه.
Olas, olas. Hola, hola. Bien, ah ok, super, merci, merci beaucoup, c'est gentil. Bien, tu? Oui, très bien, moi je vis bien. Et vous? Ce soir, Chef Ghost, il va vous montrer comment faire la pâte pour les tartelettes. C'est presque pareil, c'est comme la tarte à sablé. C'est juste une petite différence. J'attends quand il y a beaucoup de monde et après je vais dire la recette. Moi, je coupe la pâte avec le ça. Avec ça. Et après, je vais les mettre là. Je parle français pour les gens qui comprennent pas la langue arabe. C'est pour ça que je parle un petit peu français. J'ai dit à tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Et puis, pour recevoir tout ce que je, mes recettes, ce que je fais, alors il suffit juste d'abonner. Aussi, il n'a pas tout facile. Et la vidéo se veut aussi. Quero. Le but du chevaux. Esquero. Esquero. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Para. Cousina para. Non, j'ai pas compris. لي الله تحق بالحفل مرحبا به شكرا اخوتي على 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 المهم على الحضور بارك الله فيكم الله يحفظكم vous me dites s'il est bien. قولوا لي واش الفيديو مزيان ولا لا ولا نبدلو. Et encore, bienvenue pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe. Bienvenue mille fois. Abonnez-vous. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Et aussi, s'il vous plaît, beaucoup de j'aime. S'il vous plaît. لي الله تحق بالحفل مرحبا به
ديروا التعاليق الله يحفظكم باش نعرف شكون اللي معايا. معرفش شكون اللي معايا. معايا واحد ولكن ما كيكتبش، ما عرفتش شكون. سيلفو بلي شكون اللي معايا؟ الله يحفظكم اخوتي. معرفش واش حيت من الكونيكسيون ما كيوصلونيش الميساجات. مازال ما عرفتش شكون اللي معايا. ديروا الميساجات الله يخليكم باش نعرف شكون.
اللي يلاه دخل عندي، مرحبا به. ما تنساوش البسمة الله يحفظكم، وخليوا لي التعاليق الله يحفظكم باش نعرف شكون اللي داخل. كوزين دو لاتي سلام بلا ما سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام اختي، مرحبا بك، بارك الله فيك. كيسكو تو في؟ وي كيسكو جو في. هذه اختي شنقول لك، هادو بغيت ندير لي تارتولات. عندي سميتو كومو يسابيل، je vais faire les tartelettes et la pâte sablée ma kanch rihach kanwjedha w kandiru عندي هاد الكيسات كيف ما كتشوفي وكنوجدها من قبل باش فاش نبغي ندير هادوك لي تارتوليت صغيورين نلقاهم واجدين عندي بلا ما نتمحن ونبقى يعني باش نضيع الوقت. يعني كنلقاهم واجدين لي تارتوليت في ساعة، يا يعني اما بالشوكولا ولا ان غاناش ولا يعني كنعمروهم باللي بغينا ولا كريم او سيترون، يعني كنعمروهم باش ما بغينا ولا باللي فروي ولا يعني لا روسيت كل واحد كيعمرها باش اللي بغا باللي بغا. درت هادو صغيورين حيت عندي منهم بزاف، معرفش واش كيبان لكم ولا لا. يا ربي يكون يبان داكشي مزيان هكا. شنو قالت لي كويزين دولالي؟ تيا ان ريستوران؟ نو جي با ان ريستوران. إن شاء الله، pourquoi pas. Non, j'ai pas un restaurant. Pourquoi pas, un jour, إن شاء الله. إن شاء الله، oui, إن شاء الله، بارك الله فيك أختي، شكرا. معرفش كويزين دولالي، معرفش واش عندي ولا ما عنديش. نورمالمون انت عندي مي ان شاء الله وي نورمالمون انت عندي. عقلت انايا النهار اللي درت لك سميتو فاش قلت لك برنا اختي قلتي لي وي. مرحبا بكم اخوتي اللي بغى يستافد، مرحبا به على راسي وعينيا. وفي نفس الوقت نتعاونوا مع بعضنا.
اللي يبغى لا غوسيط ديال لاباط سابلي اللي كندير في هاد لا تارتوليت يقول لي نعطيها ليه دابا، يعني كيجيو هكا. مرحبا بكم اخوتي. هذا كبير. التي كتقولي تي لي تارت تي فالي فورني او كوا. وي الوغ لي تارت تارتي كيف ما قلت لك، يعني انايا غادا ندير سميتو كومو يسابيل ان كريم ديال السيترون و ان كريم كومو يسابيل كريم او شوكولا، وهادوك اللي كبارين شويه غنقطع سميتو كومو يسابيل لي فروي. غندير دابور شويه ديال كريم او سيترون هنا، وندير فيهم لي فروي فرومبواز كاع لي فروي روج هنايا، وهادو غندير فيهم سميتو الكاناش، يعني نخرجو بالبوش. كيجيو هائلين، يعني ما يعني زعما الصراحة مزيانين، كيجيو زوينين. ماشي أول مرة غنديرهم، زعما دايما هما اللي كندير هكا إلا كان شي حفلة ولا كان شي مثلا شي عرس ولا شي حاجة، يعني كيحمر الوجه صراحة. معانا جوج، ما عرفتش شكون اللي داخل. هضروا معانا الله يحفظكم. Cuisine, alors tu me dis fait pour travailler la nuit. Je travaille que la nuit, c'est pour ça ma page il s'appelle Ghost of Kitchen. Je travaille que la nuit, à peu près, hein. Presque tous les jours, mes lives ou mes recettes, je travaille la nuit. Mais عندي شرطي الوقت بالنهار، يعني قليل فاش كيكون عندي مثلا السبت والحد كندير شي فيديو بالنهار، ما عنديش الوقت. C'est pour cela. Moi, alors, moi, je suis fatiguée. C'est... Ah oui. Ah, Mskina, oui. Je suis très fatiguée à cette heure-là.
يحسن عوانك. بوتيت كتخدمي بزاف نو موا سي لا نويا لو ترافاي سي لا نويا كاين الطريقه عاود كنديرها يعني باش نفيدكم بها. عندي امول هكا مول نورمال هكا ديال السيليكون كناخذ الظهر تاعو وكنقطع بهذا القطاع مثلا هكا بلاتي رقق شويه ديما لاباط تكون رقيقه شويه باش تجي زوينه. الا كانت غليظه كتجي هكا غليظه بزاف يعني خاصها تكون رقيقه شويه باش يجيو هذوك لي بيتهم يجو مزيان. نقطعهم كاملين ومن بعد هذيك نحيد هذيك لاباط لي زايده. قولوا لي واش داكشي كيبان لكم مزيان ولا لا؟ ما عرفتش واش كيبان لكم داكشي مزيان. هاد لاباط هادي حتى هي من بعد نسرحها ديرها في ميكا باش ما تهيبش. كيف ما قلت لكم كناخذ هكا صافي وكنحط كنحط هنا فاش كندخلها للفران فاش كتبدا طيب كتاخذ لا فورم ديال السيليكون. مخصهمش يكونوا ملاصقين شويه خصو يكونوا هكا من بعد. نشوف شكون اللي معايا. انا عندي درت هاد نورمالمون عندي هذاك سميتو المول ديال السيليكون فيه شحال فيه 24. انا خديت هذا غير باش نوريكم عندي كبير يعني كيدخل ديال لاطا كبيره. صافي وندخلهم هكا الفران باش ياخذوا الشكل ديال هذاك السيليكون. هادو خليهم نديرهم من بعد. راني مشعل الفران كندير بشويه بشويه بلاطه بلاطه من بعد غندير هذه حتى هي.
شكون الله يحفظكم باسكو داخلين مي معرفتش شكون. مازال ما عرفتش شكون اللي معايا. رقوها شويه ديما لا باطا صبلي خصها تكون رقيقه شويه، الا كانت غليظه كتجي مدقصه كتجي خايبه. وعاد هذه انا درت فيها اللوز، عليها كيبان شويه ديال القشره هنا، راه اللوز ما درتوش بقشور بطبيعة الحال، غير يعني دائما اللوز كتكون فيه واحد شويه ديال القشره ولا شي حاجه. نحيد هادو دابا غنبدا ندير في هاد المول. نقطع بهذا ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. اليوم بغيت ندير الحفل ولكن ما بغيتش نبقى يعني ما ندير حتى شي حاجه يعني تستافدوا من بعد تشوفوا شنو كندير، يعني صوت وصوره كيف ما كيقولوا. من بعد كما قلت قبل ما نديرهم في الفران كنثقبهم شويه.
صافي حتى هي صافي نقدوهم هكا يعني باش تاخذ لا فورم ديال هذاك ديال هذا المول اللي عندي. يا الله يا ربي يا سلام فوالا هكا يا ربي يكون يبان داكشي مزيان هكا صافي كنتقبهم نجيب واحد العود كوردون يا اما عود ولا عود هكا بهذا ولا هادي فورشيت ديال البلاستيك صافي وكنتقبهم هكا هكا صافي وندخلهم الفران 180 درجة ولمدة 10 دقائق حتى 13 دقيقة فوالا وغنقول لكم المقادير واخا حيت الوقت قريبا ان شاء الله شحال الساعة ونو باقي الحال صافي صافي هكا كنتقبوهم كاملين وكندخلهم الفران كما قلت 180 درجة لمدة 10 دقائق 10 دقائق 13 دقيقة على حسب الفران ديالكم نتوما فوالا نكمل انا هاد الصغار نزيد الرقاقة شوية راه نقدروا نكونجليوهم هادو في حالة الا عملتو الا درنا بزاف مثلا الا درت بزاف كنكونجليوهم كيبقاو مزيانين ما كيتحركوش بقاو مزيانين كونجيل غير سدو عليه مثلا في شي ميكا مزيان
هكا تساعدو نثقبوهم بالهندو. وهاد المول هادو بلا ما نحتاجو ندهنوهم حيت لاباطا صابلي ديجا فيها الزبده، الوغ ما غاداش نلصق سي سيغ، يعني بلا ما نديرو فين، بلا ما ندهنوهم لا بزيت لا بزبده لا فارين لا والو، يعني غير كيطيبو صافي كيحيدو بوحدهم. هادو اللي درنا نسقوهم اللي درنا في الاول، مازال ما عرفتش شكون اللي معايا تبعني مرحبا بكم، مرحبا بكم اخوتي.
نكمل عندي بزاف. ملي يلاه دخل الحفل مرحبا به، واللي داخل حتى هو مرحبا به، داخل وساكت مرحبا به. اللي كيشوفني مرحبا به، واللي يلا دخل مرحبا به. مرحبا بكم كاملين اخوتي.
العجينة اللي كتبقاي انا دائما كنديروها في بلاستيكة هكا باش ما تكرمش، حيت غنعاودو نخدمو بها. نتسنى الأصدقاء يدخلوا.
يعني حتى شي واحد، ما كنشوف حتى شي واحد داخل للأسف. ماشي مشكل، ما خاسرين والو حنا. ورا ما كيبانش ليا، ما نعرف، ما عرفتش واش ما داخل حتى شي واحد ولا ما كيبانش ليا، ما عرفتش.
نعطيهم نديهم الفران نطيبوهم كيف ما قلت، نعاودها على 180 درجة لمدة 10 دقائق ولا 16 دقيقة على حساب الفران ديالكم. يفورا الأحباب ديالي هكا قولي هادو بقلي شي وحدين غنعاود نزيدهم. بقلي لاباط هكا غنمشي نجيب غير البابي سلفايزي نطيبهم هكاك هادو باش يجيو بلا. ناخذ واحد شويه ديال العجين هكا ندير مايزينا وغنفتلها شويه فاش كيطيبو كيجيو هكا هادو صافي خصهم يبقاو بيضين ما خصناش نطيبهم بزاف هادو صافي طيبتهم كيجيو على هذا الشكل باقي سخان كتجي هكا ندير هادو يطيبو كما قلت هادو غنفتلهم شويه هادي غير العجينه بحال اللي درت دابا تقطعات ندير ليها هكا صافي ندير هكا نديرهم يطيبو هادو اخوتي درتهم هكا
غيطيبو هكا عوجين باش لبغي فاش نبغيو نديرو هاد سميتو يعني نديرو هادي الوسط باش تجي بحال السله بحال السليله هكا يطيبو. ما عرفتش شكون اللي داخل حتى شي واحد شي مشكل. انا داخله عند راسي ماشي مشكل. كتجيك باقا 5 دقايق 7 دقايق باقا 7 دقايق ونسد الحفل. شكرا كاع الناس اللي دخلت وشجعتنا شكرا بزاف رحمكم اخوتي بارك الله فيكم.
بطبيعة الحال قبل ما ندخلهم الفران كنقادوهم شوية باش يعطيو هاديك باش تبقى لا فورم ديالهم مزيانة. خمسة بقى 5 دقائق ونحبس الحفل. شكرا لكم بارك الله فيكم. الله يحفظكم الله يسهل عليكم ان شاء الله يا ربي. اللي يلاه التحق بالحفل مرحبا به. شكرا بزاف لانضمامك للحفل. شكرا اخوتي بزاف. بقى 2 دقائق ان شاء الله ونحبس. شكرا بزاف. وبالنسبه لهاد لي تارتولات ان شاء الله النهار اللي غادا اللي غنعمرهم ونبريزونتيهم راه ضروري ما ندير فيديو ان شاء الله باش نوريهم باش نوريكم باش عمرتهم ان شاء الله.
شكرا بزاف اخوتي، الله يسهل عليكم، يسهل على كل واحد يبغي الخوه الخير. خوتي فاش كيطيبو كيجيو هكا، ما كنخليهمش يطيبو بزاف، خصهم يبقاو شويه بيضين هكا، ماشي بيضين يعني ذهبيين شويه. فوالا ناخذ فكرة. صافي يعني جوج دقائق. يلا تبقاو على خير، شكرا بزاف اللي انضم للحفل، الله يسهل عليكم وسلامة اخوتي، شكرا بزاف، الله يحفظكم، تصبحوا على خير.